عايز يكتشفه عايز يعرف صح وممنوع عنه طول الوقت فالغلط دي بيمارس عليه عدوان بالظبط لان هو مش عارف يعبر بطريقه ثانيه هو بيكتب مشاعره ان هو متغير لا لو هو السلوك الوحيد اللي مسموح بيه ان هو يعبر ان هو يبقى غضبان كل المشاعر السلبيه فلما بيجي يتعامل معاها يضربها وهو ماشي ونازله سلم فاب معايا ابني صغير خالص 4 سنين قال له عدي المنزل مش مشكلة تمام تمام انت دلوقتي معانا